صباح الخير، شلونكم؟ شلونكم بخير؟ اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2، ويلا نشوف التحديات اليومية. طبعا أول شي بالنسبة لموقع مدام نزار لهذا اليوم، فتحصلوه بهذا المكان بالضبط. تحت Thieves Landing نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم، اللي هو تتنقلون مسافة 500 متر وانتم قاعدين تسوون حركة الليدنج للخيل مالتكم. طبعا حركة الليدنج ما تعرفون، اللي هي تضغطون مثلث وتسوون حركة الليدنج، ومجرد ما تتنقلون 500 متر راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم تجمعون الإيفري جرين هاك بيريس. التحدي الثالث مطلوب عندكم تغيرون تسريحات شعر الشخصية. التحدي الرابع مطلوب عندكم تلعبون مهمة جيمس. مهمة جيمس تحصلوها في هذا المكان بالضبط عند ماك فلارن رانش. التحدي الخامس مطلوب عندكم تقفزون من ارتفاع 3 متر على الخيل مالتكم. التحدي السادس مطلوب عندكم اللي هو تصيدون 2 من طيور الفيا سانتس وتاخذون الريش مالتهم. التحدي السابع مطلوب عندكم اللي هو تقتلون 3 لاعبين اونلاين باستخدام الشوتجان بأي ايفنت كان. طبعا الشوتجان مثل ما تعرفون اللي هو هذا الشوتجان، اي واحد نوع شوتجان. اما تحديات الباونتي انتر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم تلعبون 1 باونتي انتر وتخلصوا بوقت 4 دقائق او اكثر. التحدي الثاني مطلوب عندكم وقت ما تمسكون الباونتي انتر تاخذون اغراضه. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون ميديوم باونتي انتر، تروحون على اي بورد موجود باللعبة مثلا عندكم هذا البورد،
تلعبون ميديوم باونتي هانتر اللي يكون عليه علامتين دولار، راح يخلص عندكم هذا التحدي. بالنسبة للاعبين اللي عندهم الباونتي هانتر ليفل ماكس، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هانتر من ليمون بوستر. الليمون بوستر يكون تابع لها اللي هو ساندينيز و رودز. تلعبون 2 من هذا المكان او 2 من هذا المكان، راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم تمسكون 3 باونتي هنتر وتربطوهم بحبل الرينفورست لاسو اللي هو حبل الباونتي هنتر. التحدي الثالث مطلوب عندكم تمسكون 2 باونتي هنتر بالبولاس اللي هو هذا. أما تحديات التاجر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تبيعون بيعتين جديدتين تكون مسافة قريبة. التحدي الثاني مطلوب عندكم تبرعون بست حيوانات تكون حجم كبير. التحدي الثالث مطلوب عندكم تتبرعون بست حيوانات تكون 3 نجوم. أما تحديات الكولكتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تشربون الأنتيكو كحول، تفتحون الشنطة وتروحون على أشياء الكولكتر وتروحون على المشاريب. مجرد ما تشربون واحد من هذولا هيخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم تجمعون 3 من رأس السهم. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون 6 من أشياء الكولكتر أي أشياء كانت. أما تحديات المونشاين، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تكملون تصنيع السبيشال مونشاين اللي يكون فيه منكهات. التحدي الثاني مطلوب عندكم تلعبون 2 ستوري ميشن مونشاين تحصلوها وقت ما تكلمون السيدة الموجودة بالمونشاين. التحدي الثالث مطلوب عندكم تعزفون مع الفرقة لمدة دقيقتين مرتين. أما تحديات الطبيعة، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تأخذون 3 عينات من حيوانات الفارم لاند. بالنسبة لحيوانات الفارملاند، فنشوف حيوانات الفارملاند. ندخل على طور الطبيعة ونروح على الفارملاند. عندكم مثلا الخرفان والخنازير، أسهل مكان لكم اللي هو الخرفان تحصلوها في فالنتاين. اللي هو بهذا المكان بالضبط. بالنسبة للخرفان او الخنازير بهذا المكان بالضبط، طبعا هذول بفالنتاين. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تسوون ريفايف لاثنين من الحيوانات بعد ما تخدروها. التحدي الثالث مطلوب عندكم تاخذون 3 عينات من حيوانات اللي تعيش بالاماكن الرطبة، تروحون على لاجراس اللي هو المستنقعات وتخدرون 3 من التماسيح وتاخذون العينات مالتهم، وراح يخلص عندكم هذا التحدي. ان شاء الله كنا فدتكم بهذا الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اذا مو مشترك، وفعل الجرس وشارك الفيديو بكل اصدقائكم اللي عبر ردد. اشوفكم فيديو ثاني. سلام.